بص، عندك الريال وعندك الدوري في انجلترا وعندك كاس مش عارف ايه اللي في انجلترا وكاس الملك في انجلترا، صح؟ مش كل دي برضو. انت عندك هنا كاس افريقيا والسوبر بيبقى ماتش واحد. انت عملته دلوقتي ده السوبر الافريقي، انت عملت السوبر المصري دلوقتي، دخلت لي اربع فرق وعملت لي حلوانه وسلوانه عشان ما تلعبش الزمالك، واخد بالك؟ هو او اي فرقه تانية مفروض ان انا بطل دوري وبطل كاس، صح؟ والاثنين يلعبوا مع بعض، وانت جايب اربعه ليه؟ يعني البطوله اللي هي بتاعت رابطه الانديه دي من وجهه نظري فاشله. عايز تعملها اعملها للفرق اللي هي ما بتروحش افريقيا، واخد بال حضرتك؟ وكمان ما تروحش السوبر، يعني ما تلعبش في السوبر. دي دوره تنشيطيه للفرق اللي هي الغلابه اللي هي عايزه تاخد بطوله وتقول انا خدت بطوله، او للانديه الكبيره ممكن تلعب بلعبتها الشباب. لا، ادي بص، ادي مجال للفرق اللي هي انت عندك اربع فرق مش انا مادي بقى، ممكن ادي العب برضه فريق فريق 2005 مثلا في الاهلي. طب وليه فريق الزمالك بجربهم بجهزهم؟ لا طب وليه يعني بديلهم منافسات اكبر واقوى يا عم؟ خلي الفرق الصغيره دي تاخد نفسها، تاخد بطوله، تفرح ببطوله زي امبارح كده سيراميكا لما كسبت. ماشي، سيراميكا بقى له ثلاث، ابعد الاربعه اللي بيشاركوا في افريقيا، واخد بالك؟ فانت عمال تزود حاجات وتعمل حاجات انا ما اعرفش ليه، واخد بالك؟ انت عايز تعمل البطوله بتاعت الرابطه دي اعملها في التوقيت اللي هو مش منتخب مصر عنده شهر في بطوله امم افريقيا اللي جاي، اعملها فيه. بمجرد ما ده في افريقيا ينتهي يبقى ده ينتهي. دي حاجه. تاني حاجه، انت بعد ما انت جيت من افريقيا اجلت اسبوعين ليه؟ اسبوعين لو انت لعبتهم بدري كنا هنقدر الى حد ما تنهي المسابقه بدري، بس انت اجلت عشان المعلم بيرسي تاو كان لسه ما جاش وكانوا لسه بيلعبوا على الميداليا اللي هو ثالث ورابع. قعدت اسبوعين ما تلعبش الدوري، دي حاجه. تاني حاجه، انا بقول لك الريال والدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي، لما مثلا الريال بيلعب النهارده السبت بيلعب يوم الثلاث او الاربع، صح؟ اه، في اللي هي البطوله بيرجع تاني يلعب السبت في الدوري. انت بتاجل ليه؟ انت بتاجل ليه للنادي الاهلي او لنادي الزمالك؟ او ما تلعب ماتش في بين الماتشين اللي هم بتوع افريقيا، العب ماتش. ما انت دلوقتي بتلعب كل ثلاث ايام، صح؟ مظبوط. النادي الاهلي مش بيلعب بقاله دلوقتي شهر كل ثلاث ايام ماتش؟ طب ما انت خلي الدوري ساعه لما يكون في ماتشين افريقيا اعمل ماتش في وسطه. كان الدنيا زمانها دلوقتي خلصت، وكنا خلصنا كبيرها كان في شهر خمسة. ما احنا قلنا الفرق اللي بتوصل في افريقيا كحافز ليها او كدعم ليها لما توصل بقى لقبل النهائي. لا مش مش لا مش ده من اول ماتش بيتاجل لك يا طلبه. ما بتكلمش على كده يا رضا، انا بتكلم في ايه؟ ان الفرق بطل الدوري بياخد ايه؟ ايه اللي بياخده من لما بيكسب الدوري في مصر؟ ايه الجائزه بتاعته؟ بياخد الدرع. الدرع. طيب انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لان البطوله تتمشي وتستمر بدون اي توقف، وبدون ما يبقى الفرق اللي بتنافس في افريقيا باسم مصر، اهلي زمالك اسماعيلي اي حد ينجح ونساعده على انه ينجح. طب ما هو كابتن معلش، من غير ما نعطل شغلنا احنا هنا. فاللي انا بقوله، الفرق اللي بتوصل افريقيا دول المفروض ان هم افضل فرق في الدوري. طب ايه الحافز او ايه الجائزه اللي انا اديها لهم؟ انا بقول له اي خمسه لعيبه زياده عندك في الليسته بتاعتك في السكواد بتاعك.